اتنين، لماذا ترك هتلر فكرة احتلال بريطانيا واتجه لاحتلال الاتحاد السوفيتي؟ 22 يونيو 1941، نكسة يونيو السوفيتية، يونيو 41. الاتحاد السوفيتي امبراطورية مهمة في العالم، لها قيمتها ولها وضعها ولها مكانتها، جيش قوي، جيش كبير، ستالين زعيم قوي، شخص مهم في العالم. إنما فجأة في نكسة يونيو السوفيتية، يونيو 41، لأن الاتحاد السوفيتي كان صرحا من خيال فهوى. الألمان دخلوا الاتحاد السوفيتي، وإذ بنا نفاجأ إن أداء الجيش السوفيتي مذهل في تواضعه وفي عدم قدرته على المواجهة وفي انهياره منذ الأيام الأولى للغزو الألماني للاتحاد السوفيتي. لقينا في الأسابيع الأولى لغزو هتلر للاتحاد السوفيتي انهيار شديد. لو بالأرقام بنتكلم على مقتل قرابة 1,000,000 عسكري، 1,000,000 في الأسابيع الأولى. تخيل دولة لسه الأسابيع الأولى لحرب امتدت سنوات، فأول أسابيع مقتل 850,000 عسكري، يعني 1,000,000 عسكري سوفيتي قتل في الأسابيع الأولى لغزو هتلر للأراضي السوفيتية. دبابات كتيرة جدا، طيارات كتيرة جدا اتدمرت، 6,000 دبابة. شوف الرقم، 6,000 دبابة في أول أسابيع، 3,500 طيارة اتدمرت في أول أسابيع، تلت سلاح الجو السوفيتي. اللي تم أسرهم من الجنود، الجنود في القوات البرية والبحرية، كانوا حوالي 5,000,000. تم أسر كام؟ حاول تتخيل معايا الرقم. لو 5,000,000 عماد الجيش السوفيتي كقوات برية وقوات بحرية دخلوا المعركة مع هتلر، تم أسر 3,000,000 من 5,000,000. بنتكلم على مأساة، 1,000,000 قتيل، 3,000,000 أسير، 3,500 طيارة اتدمرت، 6,000 دبابة اتدمرت. نكسة يونيو السوفيتية. فما حدث، ماذا حدث أثناء النكسة السوفيتية سنة 41؟ نمرة 1، إذلال ألمانيا في فرساي. في معاهدة بعد الحرب العالمية الأولى اتهزمت ألمانيا، وألمانيا شعرت بالخزي والعار لأن هم الأوروبيين أو المنتصرين بهدلوا الألمان بعد الحرب العالمية الأولى. وهنا كلنا نتأكد إنه المهزوم مش لأنه ممكن يكون مسلم أو ممكن يكون عربي، ممكن يكون بوذي، هندوسي، مسيحي، بروتستانتي أو كاثوليكي، أرثوذكسي، أيا كان الأمر، المهزوم مهزوم. فألمانيا البروتستانتية هزمت من قبل حلفاء بقيادة بروتستانتية، ومع ذلك تم إذلال ألمانيا في الحرب العالمية الأولى أو بعد هزيمتها في معاهدة فرساي. هذا الإذلال خلى ألمانيا كان عندها مستعمرات اتخذت، عندها أراضي، جزء من ألمانيا اتخذت، ممنوع التسليح أو تحديث الجيش، شروط إذلال لألمانيا المهزومة في الحرب العالمية الأولى. بعد كده جاءت اتفاقية 1922، بعد 4 سنين من الحرب العالمية الأولى. مين تحالف مع مين؟ الضعفاء، تحالف المهانين. الإهانة للاتحاد السوفيتي إهانة للألمان، فالمهانين الألمان والسوفيت تحالفوا وعملوا تعاون في اتفاقية 1922، الاتنين المهزومين يكونوا مع بعض ضد المنتصرين في جولة قادمة. وكانت المعاهدة دي 22 فيها أبعاد عسكرية وفيها أبعاد اقتصادية. بعد كده وصل هتلر إلى السلطة. يبقى نتكلم الحرب العالمية الأولى من 1914-1918، اتهزمت ألمانيا، ألمانيا قعدت مهانة، 22 فائت، طب نتحالف مع الاتحاد السوفيتي، احنا الاتنين وضعنا سيء نتحالف. تحالفوا 22. شوية وصل هتلر إلى السلطة، الإنجليز
أدركوا إن هتلر ده عنده هدفين أساسيين، أو في عقيدته السياسية بندين أساسيين. البند الأول أنه يكره الشيوعية، والبند الثاني أنه يحب التوسع الجغرافي وتمديد الإمبراطورية الألمانية. فاشتغلوا بقى على موضوع كراهية هتلر للشيوعية. أين كانت أمريكا في هذا السياق؟ أمريكا كانت تساعد هتلر، يعني ما قبل الحرب العالمية الأولى الثانية وحتى أوائل الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا تساعد هتلر. أمريكا انقلبت على هتلر فيما بعد، وده برضه درس آخر في العلاقات الدولية والتحالفات، مش أصدقاء، في مصالح، والمصالح لابد تكون مربوطة بميقات. مفيش حاجة اسمها مصلحة ألمانيا في التحالف مع الاتحاد السوفيتي إلا لما تقول سنة كام، لأن يعني ممكن بعد 4 5 سنين تبقى مصلحتها ضد الاتحاد السوفيتي، فهي مصالح متقلبة باستمرار. أمريكا دعمت هتلر وساندت اقتصاد هتلر طبقا لكثير من المؤرخين. مثلا شركة فورد العملاقة، مصانع فورد في فرنسا، مصانع فورد في بريطانيا، مصانع فورد في أمريكا، كلها اشتغلت من أجل دعم جيش هتلر. اللي كان بيشتغل في فورد على محركات السيارات اشتغلوا على محركات طائرات من أجل الطائرات الألمانية التابعة أو تحت قيادة هتلر. يبقى شركة فورد الأمريكية، كذلك شركات أخرى كتيرة من الشركات كان بيمتلكها جوزيف كينيدي اللي هو أبو الرئيس والد الرئيس جون كينيدي. جوزيف كينيدي أيضا كان قريبا من الألمان في عهد هتلر وكان من الداعمين للتجربة الألمانية. أمريكا حسبتها وقتها زي حسبتها بعدها، زي دلوقتي زي بكرة زي طول الوقت، المنطق الأمريكي البراجماتي المصلحي النفعي اللي هو نحن مع من غلب. زي كده ما كان ابن خلدون بيقول إنه الناس تكون مع من غلب، أمريكا مع من غلب. قالت هتتفرج من بعيد من ورا المحيط الأطلنطي وتشوف مين اللي هينتصر في أوروبا، واللي هينتصر تتفاهم مع أمريكا. أمريكا تفضل التفاهم مع المنتصرين والأقوياء، لكن اللي ورطها في هذه الحرب، عشان كده أمريكا دعمت هتلر في البداية. ستالين من جانبه لم يكن مستعدا لمواجهة هتلر. هتلر بيضرب في بريطانيا وبيحطم لندن بالقنابل كل يوم، وده كويس جدا بالنسبة لستالين، فهو مش عايز يخش في مشكلة مع النازيين. هو أصلا عنده معاهدة 22 اللي فيها تفاهم مشترك عسكري واقتصادي. نيجي بقى للنقطة التالية، الألمان بقى وهم بيقصفوا لندن وكل شيء يضربوا في بريطانيا، أدركوا إن بريطانيا صعبة وإنهم صعب يحتلوا بريطانيا. وهنا في كلام إن نائب هتلر اسمه هيس، طبعا هتلر مغطي على كل الطاقم اللي معاه. لو قلنا من هو نائب هتلر، يمكن أول مرة الناس تسمع إن في نائب لهتلر، أو بعض الناس تسمع إن في نائب لهتلر، أو وزير خارجية هتلر، أو مستشار هتلر، أو وزير إعلام هتلر. هي ألمانيا كلها هتلر، إنما كان في نائب لهتلر اسمه هيس. إنما هيس ده مرة خد طيارة عسكرية نزل في لندن، الإنجليز طبعا صوروا هذه الزيارة وقالوا إن هتلر عايز يتفاوض معانا وبعت لنا نائبها وهيس. هتلر تبرأ وقال لك ماليش علاقة بيه، ده شخص مجنون وما قلتلوش إطلاقا يروح عند الإنجليز. الروس أفرجوا اليومين دول والأيام اللي فاتت السنوات الأخيرة عن وثائق كتيرة جدا من هذه الفترة. بعض التحليل في حلقة اليوم هو استنادا لهذه الوثائق، لكن الإنجليز لسه ما طلعوش وثائق خاصة بزيارة هيس إلى بريطانيا. النقطة التالية هو بقى السؤال، هل بريطانيا قامت بتوجيه هتلر إنه بدل ما يقعد يضرب في بريطانيا يروح يضرب في حد تاني؟ هل هي قامت بتوجيه الضربة من الغرب إلى الشرق، بدل قصف لندن يروح يقصف موسكو؟ هل لندن نجحت إنها تغذي هتلر عبر المخابرات البريطانية بفكرة إن يسيب الإنجليز ويروح يضرب السوفييت؟ بعض المؤرخين بيقولوا نعم هذا ما حدث،
إنما البعض الآخر بيقول لأ، لندن لم تحدث وقيعة لأن ستالين نفسه كان بيستعد لغزو ألمانيا، وهتلر لما غزا الاتحاد السوفيتي كان غزو منطقي، ولندن أو بريطانيا بريئة من الوقيعة أو من توجيه هتلر لغزو الاتحاد السوفيتي. هتلر كان بيحتقر الاتحاد السوفيتي، وكان بيتكلم عنه لما شاف رئيس الوزراء اللي قبل تشرشل اسمه تشامبرلين، قال له إن أنا بحتقر الاتحاد السوفيتي وإن دي دولة عايشة في القرون الوسطى، واتكلم بازدراء عن الاتحاد السوفيتي. يبقى إذن هتلر بيكره الشيوعية، بيحتقر الاتحاد السوفيتي، شايف إنه عايش في العصور الوسطى. وهتلر كمان عنده معلومات هنشوف بعد قليل، إن هتلر بيقول إن ستالين رغم إن في معاهدة بيننا، والمعاهدة دي إحنا في الصحافة الألمانية ما هاجمناش ستالين إلا إن هو بيهاجمنا عنده، والتزمنا بمعاهدة 22 هو لم يلتزم، ما حركناش قوات على حدوده هو حرك قوات على حدودنا، وأكتر من فيلق طلع على حدود ألمانيا، وفي مطارات جنب الحدود الألمانية بيستعد ستالين لغزو ألمانيا، وبالتالي غزونا للاتحاد السوفيتي كان دفاعا عن ألمانيا وليس هجوما على الاتحاد السوفيتي. يبقى إذا مجمل الصورة إن هتلر ضد السوفيت، ضد الشيوعية، شايف إنها بلد متخلفة عايشة في العصور الوسطى، والمعادلة اللي بينهم كمان ما بقتش موثوقة، وستالين بيستعد لغزو ألمانيا، علشان كده لابد إن هو يبدأ بيه قبل أن يبدأ به ستالين. دي رؤية هتلر. مؤرخين آخرين بيقولوا مش صحيح، لا ستالين كان مستعد للحرب، ما كانش عنده قوات كتير ولا مصانع حربية قوية ولا عنده سلاح قوي، وبالتالي كان كل ما يتمناه يبعد شر هتلر كام سنة لقدام لما يستعد عسكريا وتسليحيا يقدر يواجه فيها هتلر، أو لا يواجه، لكن هو ما يقدرش يواجه في هذه السنوات. ورأي كتير من السوفييت ان الانجليز هم اللي عملوا هذه الواقعة، هم اللي قالوا الالمان اطلعوا على هناك، طبعا مش بشكل مباشر انما عبر عمليات استخباراتية وصحفية معقدة، اقنعت الالمان ان السوفييت بيحشدوا، واقنعت السوفييت ان الالمان بيحشدوا، حيث ان الاتنين يكونوا جاهزين لهذه الحرب. طيب سؤال، الاتحاد السوفيتي بقى في نكسة يونيو السوفيتية سنة 41 ازاي اداؤه كان بهذه الرداءه؟ هل ده مستوى اداء امبراطوريه بوزن الاتحاد السوفيتي، دوله كبيره جدا بوزن روسيا بتحالفاتها الضخمه عبر تاسيس الاتحاد السوفيتي؟ هل ده مستوى معقوله ناس لسه بيقولوا بدايه المعركه لسه في اوائل الحرب يموت 1,000,000 و3500 طياره 6,000 دبابه ويتاسر 3,000,000؟ ايه الاداء الفاشل والمزري ده؟ بعض المؤرخين بيقولوا في أكتر من سبب لهذا الأمر، إن القيادات العسكرية السوفيتية كانت بتتاخد بالولاء مش بالكفاءة، بالتالي ما كانش عندهم خبرات عسكرية حقيقية ولا يقدروا يديروا معارك بهذا المستوى. الأمر الثاني إن قادة الجيش السوفيتي معظمهم أثناء الحرب العالمية الأولى كانوا عساكر أو جنود عاديين، يعني ما كانش لهم رتب كبيرة، إنما الجيش الألماني، القادة بتوع الجيش الألماني النازي كانوا كلهم قادة كتائب وسرايا في الحرب العالمية الأولى، يعني دول كانوا قادة صغيرين في الحرب العالمية الأولى، دول كانوا جنود عاديين في الحرب العالمية الأولى. الألمان حاربوا في أوروبا واحتلوا دول في أوروبا، فخدوا خبرة قتالية مباشرة ومعاصرة، ودلوقتي مباشرة كانت هذه الحرب قائمة، وبالتالي بقى مش من أيام الحرب العالمية الأولى، دول كمان بيحاربوا دلوقتي. في نكتة قالها أحد رجال الاستخبارات في قناة روسيا اليوم في أحد برامج التلفزيونية رحلة في الذاكرة، قال إنه في نكتة تعبر عن ذلك. النكتة دي بتقول إنه ضابط ألماني نقيب في محطة قطر بيقول لمدير محطة القطار إن يا سيادة المدير القطار الفلاني هيتحرك الساعة كام؟ قال له الساعة 11:35 ونص. فقال يا إلهي كل هذه الدقة؟ فقال له سيادة النقيب نحن في حرب.
نفس النقيب سوفيتي راح محطة القطر بيسأل مدير المحطة، بيقول له يا سيادة المدير القطر هيتحرك امتى؟ قال له الله أعلم، النهاردة، بكرة، بعده. قال له يا إلهي ما هذه الفوضى؟ قال له سيادة النقيب إنها الحرب. فالألمان لأنها الحرب، فقال له 11 الساعة 11 35 دقيقة ونص، لأنها الحرب فهي الدقة، إنما السوفيت شايفين لأنها الحرب فهذا يبرر الفوضى. ودول كانوا مزاجين للتفكير، تفكير سوفيتي ما كانش قد مستوى الحدث، تفكير ألماني كان قوي جدا وعلمي للغاية. انتهى الأمر بين الاتحاد السوفيتي، اتهزم هزيمة مروعة في البداية، لكن فيما بعد بمعجزة عسكرية وإرادة حديدية سوفيتية قدر السوفييت يهزموا ألمانيا ويحتلوا برلين، وربما أخذوا معهم جثة هتلر بعد 29 مليون قتيل في الاتحاد السوفيتي. إذن كانت هذه أبعاد نكسة يونيو السوفيتية، أو ماذا حدث أثناء غزو ألمانيا النازية للأراضي السوفيتية، وهل كانت بريطانيا وراء ذلك أم لا؟ في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه نعرض تقرير من روسيا اليوم، لماذا قام هتلر بغزو الأراضي السوفيتية ومن الذي دفعه لذلك؟